بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم عالم الصحافة نقلب في صفحات هذه الصحف المحلية صادرة لهذا اليوم لنطالع وإياكم مجموعة من الأخبار والعناوين والتقارير الصحفية الرياضية فأهلا ومرحبا بكم وبآرائكم التي تشاركون فيها من خلال هاشتاج البرنامج الذي يظهر على الشاشة في هذه اللحظات على مندر الصحافه اهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام والبداية مع العناوين في صحيفه الرياضيه ابراهيم ربيش رئيس لجنه الانضباط يتوعد المسيئين ويؤكد عبر الرياضيه طلبنا اثباتات من المدلج لمعاقبه عبد الغني ومنها الى صحيفه الوطن ايقاف القرني اربع مباريات وتغريم نور 15000 وفي صحيفه المدينه الاحتراف تكشف عن اصحاب 100 شكوى على الانديه ومن صحيفة اليوم آخر كلام للأخضر القروني مدربا والمطلق مساعدا وفي صحيفة النادي كان العنوان بالزلزال أو بأخطاء العواجي الزعيم على المتصدر ناوي وأخيرا من صحيفة عكاظ عيد وجزاوي وسفياني للشباب 17 مليونا تنقل هزازي للنصر حياكم الله مشاهدينا الكرام وارحب ايضا بضيفي الكريمين في هذه الحلقه الإعلامية الرياضية الاستاذ محمد السراحية حياك الاستاذ محمد يا هلا والله حيك وحي جميع الساده المشاهدين وحي ايضا ضيفك الكريم الاستاذ خالد المشيطي ايضا متابعينا الكرام من استديوهات القناه الرياضيه بالقصيم يضم لنا الاستاذ خالد المشيطي الاعلامي الرياضي حياك الله استاذ خالد. يا هلا استاذ خالد احييك وحد المشاهدين الكرام وجميع طاقم القناه الرياضيه وبالذات برنامج عالم الصحافه احيي الصديق القديم الاستاذ محمد السراح اللي من زمان ما شفناه واقول مشتاقين لك ابو ريان. الله يحفظك ابو يزيد وكل شرف اني اتواجد معك. الله يحييكم جميعا ان شاء الله تعالى وسعداء بوجودكم معنا في هذا الاستديو الخاص ببرنامج عالم الصحافه وننطلق متابعينا الكرام للحديث في ابرز ما اخترناه لكم من عناوين في هذه الحلقه والعنوان الاول عن لجنه الانضباط. في صحيفة الرياضية ابراهيم الربيش رئيس لجنة الانضباط يتوعد المسيئين ويؤكد عبر الرياضية طلبنا اثباتات من المدلج لمعاقبة عبد الغني. كتب بندر الطياش في صحيفة الرياضية على لسان رئيس لجنة الانضباط ابراهيم الربيش انه كشف رئيس اللجنة عن أنهم خاطبوا نادي الفيصلي أمس الأول من أجل تقديم إثبات فيما يخص اتهام البصق الذي ساقه المشرف العام على كرة القدم بناديهم مدلج المدلج اتجاه قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حسين عبد الغني وذلك خلال المواجهة التي جمعت الفريقين الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة منافسات دوري عبد اللطيف جميل وقال الربيش سنحقق في القضية إذا كان هناك أدلة أثبتها نادي الفيصلي وتحديدا مدلج المدلج بخصوص البسق فيما سيتم معاقبة حسين عبد الغني وإذا لم يثبت ذلك فسيتم النظر في هذا الاتهام والمدلج سيصبح مسؤولا عن اتهاماته وستنظر اللجنة فيما بعد لذلك وأضاف ربيش تصريحات المدلج لا تندرج على أنها تصريحات مسيئة إنما هي دعوة تفتقد الدليل والإثبات ربما يكون قد حدث أمر ما في الملعب لكن هل هناك دليل؟ هل يزود المدلج لجنه الانضباط بالدليل يقدمها لنا من اجل اتخاذ القرار المناسب؟ واتابع أربيش نحن تلقينا قبل يومين شكوى من قبل اداره نادي النصر فيما يخص هذه القضيه وضد مدلج المدلج وبدورنا خاطبنا الجهات المعنيه ومنها اداره نادي الفيصلي ولن نستبق الاحداث وسننتظر رد اداره الفيصلي واذا لم يردوا على خطابنا لكل حادث حديث لن نستبق الزمن. استاذ محمد السراح لجنه الانضباط تخرج عن صفتها في هذه القضيه بعد ان تلقت شكوى من اداره نادي النصر كيف تسير برايك هذه القضيه في اي اتجاه والله انا 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 استغرب صراحه يعني واستغرب جد يعني كيف لجنه انضباط يعني عندها لوائح وتخرج عن نطاق هذه اللوائح هذه يعني لجنه الانضباط عندها لوائح إنها،, انها دائما تتخذ قراراتها بناء على التقارير المرفوعه من المشرف الفني المشرف الاداري حكم المباراه الناس المعنيين في الملعب لما نصل الى الى درجه اننا احنا نتقبل شكاوى الانديه او شكاوى رؤساء الانديه وما الى ذلك وهي لم لم يعني لا تندرج تحت لوائح لجنه الانضباط فانا اعتقد ان لجنه الانضباط يعني تبحث عن حاجه يعني ما ما هي ربما تكون موجوده وربما ما تكون موجوده ولكن في اعتقادي الشخصي مهم من دور لجنه الانضباط ان تبحث عن الاشياء هذه طالما انا واضع مسؤول اداري في الملعب طالما انا واضع مسؤول فني في الملعب طالما انا انا مراقب مباراه طالما انا واضع في حكام موجودين وحكم رابع هم من يقيدون مثل هذه الاشياء هم من يرفعون لي مثل هذه التقارير لكن انا كوني انا في العام في الموسم الماضي انا كنت ضد هي لجنة الانضباط إيه؟ عفوا عفوا استاذ أه محمد لجنة الانضباط لا تتحرك الا يعني حسب تصريحهم الاخير وما تناقله في وسائل الاعلام انه لن تتحرك لجنه الانضباط الا فيما اذا كان هناك حادثه داخل الملعب او خارج الملعب دونها احد لجنة احد المراقبين مراقب المباراه او احد الحكام في تقريره او تم عرضها من خلال النقل التلفزيوني والشاشه التلفزيونيه كما حدث في عدد من القضايا. ممكن. لكن هذه القضيه تم رفعها من اداره نادي النصر ضد مدلج المدلج انا انا كلامي هذا هذا, هذا الكلام اللي انا م -م. اقوله لازم تحقق طيب لا انا 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 كلامي لا اخذ باي شكوى من الانديه يعني مثلا نادي يشكي 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 نادي اخر على جماهيره ان تردد هتافات طيب وين الموجودين في الملعب وين الكاميرات ما اصطادت هذه هذه الحادثه انا انا اتحدث تصريح مدلج المدلج, المدلج. عفوا استاذ محمد تصريح مدلج المدلج واضح وموجود في وسائل الاعلام وأس... يعني اتهم فيه حسين عبد الغني بالبصق هذا هذا امر بين حسين عبد الغني وبين مدلج المدلج طالما ما 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 رفع فيه تقارير معينه واشياء ثابته نفس المعنية المعنى من حل الموضوع؟ ما هو هي لو هي كنت مكان اداره نادي النصر وتظلم اللاعب من هذا وتعرض اللاعب لاعب فريقك في اللي مثل هذا ماذا يمكن ان تتخذ من اجراء؟ انا انا ترفع انا 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 اقولها بكل صراحه مثل هذه الحوادث ممكن تحصل باي مكان وفي جميع المباريات ولا يمكن في في مباراه ان كل ما يدور داخل هذه, هذة المباراه. أتكلم التصريح أنا ما اتكلم عن ما يحدث التصريح أنا الان أنا هو الحديث الان المشكله ما بين تصريح تصريح مدلج المدلج ورده طيب فعل اداره نادي النصر انا بسال سؤال العام الماضي لما كانت تصريح رؤساء نادي الهلال ورؤساء نادي النصر انا بسال لجنه الانضباط هل هل شكى احد على الرئيسين او ان الاعلام اثار هذه هذه القضيه وهم شافوا التصريحين هم يشوفون التصريح وبناء عليه يعني يستطيعون ان يتخذون اي قرار معين لكن انا اروح ابحث في قضيه واحقق في قضيه انا 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 اعتقد انهم حيطول الجدل فيها وحتحمل نفسها لجنه انضباط امور هي 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 بغنى عنها اقولها بكل صراحه يعني فلذلك من العام الماضي كنت انا ضد انه انه مثلا هي ما تدخلت في الموضوع وما تحدثت في الموضوع الا بعد شكوى اداره نادي النصر حتى الشكاوي انا انا ما اقبل الشكاوي على قدر ما اني اشوف الحدث قانونية. اشوف الحدث اشوف الحدث طيب خلينا نسال الاستاذ خالد أه المشيطي استاذ خالد يعني هل تعتقد انه أه الاجراء الذي اتبعته اداره نادي النصر هو قانوني؟ وهل وفق اللوائح الموجوده والانظمه الموجوده لدى لجنه الانضباط، هل من دورها ان تقوم بعمل تحقيق في هذا الموضوع؟ اولا خلني اقول خالد انه لجنه الانضباط مسؤوله عن كل ما يحدث داخل الملعب سواء أه تم رصده من قبل كاميرات التلفزيون ام لم يتم رصده هذه وجهه نظري أه رصده المراقبون ام لم يرصدوه لجنه الانضباط هي الجهه المخوله المعنيه خلني أقول هي الحاكم الاداري والقاضي قاضي التشريعي والقاضي التنفيذي داخل الملعب هذا في المقام الاول ثانيا عقب على كلام اخوي استاذ محمد انه موضوع لا يمكن للجنه الانضباط ان تتدخل الا فيما ترصده الكاميرات واعين المراقبين هذا من الخطا لانه لا يمكن ان يرصد كل ما يحدث داخل الملعب. انا اقول انه الجميع مسؤولون عن ما يدخل ما يحصل داخل الملعب من اداريين وحتى من جمهور وغيرهم. اما قضيه الاثباتات فهي قضية طويلة عريضة، الاثبات يقوم بـ 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 بالتسجيل الصوتي ويعني ادله المساندة وليست ادله قطعية، وبالتسجيل المرئي الفيديو ويقوم ب آه وبالشهود ايضا، يا اخي حافظ عفوا المدلج حينما تحدث وقال انه الحسين عبد الغني بصق على لاعبين عزكم الله. العملية لا تحتاج الى كل هذه الاطالة، يا لجنة الاحتراف او عفوا لجنة الانضباط يا المدلج تعال وعطنا شاهدين شرعيين عدول يثبت ما حصل داخل الملعب، الان القضية تعتبر محسومة الاعتبار اعتبار انه الشاهدين هم كفيلان باثبات الواقعة، واذا لم يثبت المدلج بالشهود الواقعة هذه حينئذ تعتبر شكوى كيدية، مسألة انه لجنة الانضباط تتدخل انا اقول انه جميل انها تنأى بنفسها عن الموضوعات مثل هذه قد احيانا مثل ما نقول الصلح يحل المشكله ما بين الافراد بصق عزكم الله ولا ضرب ولا غيره والطرف الاخر عفوا الله عما سلف او او تجاوز او ما خلى نفسه الاكبر من المعتدي نقول هذه جميله لا تتدخل انا اتفق مع معكم انه لا تتدخل لكن طالما انه المدلج قال بحقي والنصر رد بخطاب آخر أو قال أنه نريد حقنا إذا على لجنة الانضباط أن تتدخل والحل سهل جدا ولا يحتاج إلى كل هذا التعقيد الشهود يا المجلس تعال عطنا شهودك وانتهى الأمر هذا أولا ثانيا في مسألة هل في المحشن هل عفوا خالد, خالد يعني تتكلم جميل نعم خالد كلامك جميل لكن خليني اسالك استاذ محمد وانت كنت يعني عضو في الاتحاد السعودي لكره القدم هل يعتد برأي الشهود من أي إدارة أو لازم يكون هناك شيء إثبات أو دليل دليل مادي مثل تصوير أنت سألتني سؤال أو, 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 شخص مسؤول مثلا يكون في الملعب مثل حكم مراقب مباراة مدير ملعب أنت سألت سؤال خالد, خالد قلت لي وش قلت لي قلت لي أنت لو, لو كان عندك لاعب عندك القضية هذه وش تبي تسوي صح ولا لا إيه؟ في لجنة اسمها لجنة تفضل المنازعات. لجنة تفضل المنازعات تدخل بهذه الأمور اللي, اللي ما تدونه يعني انا عندي قضية معينة مع شخص معين لم لم يدونها لم تصطاد الكاميرات ولم يدونها الناس المعنيين في المباراة ولم يرفع لي تقرير من حكم المباراة ولم يرفع تقرير من الحكم الفني ولا فلذلك هذه تندرج تحت لجنة فضل المنازعات وهذا اللي يدخل بشهود ومشهود وزي كذا هذه لجنه بعض المنازعات لكن هل موجوده هذه اللجنه لجنة ما إيه لجنة لجنة انا اقول لك أن هذا المفروض انه يكون هذا المفروض انها تكون ايه بس ما في في الاتحاد انا انا اتكلم هذا المفروض هذا الموجود في جميع الاتحادات وليس في الاتحاد احنا، احنا ما عمرنا شهدنا لجنه الانضباط في الاتحاد الاسيوي لكره القدم او لجنه الانضباط في اي مكان معين تروح تقص حقائق معينه، لا ما, ما, ما هو دوره هذا ولا هو موجود في لوائحه اذا كان موجود في لوائح الشكاوي ابحث في لوائح ما موجودة هذه الشكاوى في لوائحها اذا في لجنه اسمها لجنه تفضل المنازعات احنا بحاجه هذه اللجنه وهي اللي المفروض تكون مرجعيه لمثل هذه القضايا نعم عموما سنعود لموضوع لجنه الانضباط بالتاكيد من خلال ايضا عنوان اخر في هذه الحلقه عن حارس نادي الاتحاد فواز القرني مجموعه من التغريدات اللي في هاشتاق البرنامج منكم انتم متابعين الكرام أبو نايف المستقل يقول يحاولون جر النصر لخارج الملعب معتل المرقاب يقول ضيوفك محترمين بلغهم سلامي وشكرا لك على الكلام الطيب أيضا عيسى أعطى الله يقول نداء الجماهير الرياضية الرياضة لم تعد رياضة والتنافس الشريف انتهى العمل خارج الملعب أكبر من داخله والشواهد واضحة وفاضحة عنوان جديد في صحيفة الوطن إيقاف القرني أربع مباريات وتغريم نور 15 ألف أوقفت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أوقفت حارس نادي الاتحاد فواز القرني أربع مباريات على خلفية وتغريمه 20 ألف ريال وذلك بسبب بصقه على زميله في مباراة الاتحاد والتعاون وامتناعه عن لقاء التلفزيوني مشيرة إلى أن القرار قابل للاستئناف. وغرمت اللجنة أيضا لاعب الاتحاد محمد نور 15 ألف ريال لامتنائه عن الحضور في منطقة اللقاءات السريعة الحصرية بعد مباراة التعاون أيضا كما غرمت نادي التعاون عشرة ألاف ريال لحصول ستة من لاعبيه على انذارات في مباراة الاتحاد وأوقفت مترجم العدالة عبدالله الله مباراة رسمية واحدة لاعتراضه على قرارات حكم مباراة فريقه أمام الكوكب في دوري الثانية مشيرة إلى أن القرار غير قابل للاستئناف وغرمت نادي الحمادة 2500 ريال بعدما نال سبعه سبعه من لاعبيه انذارات في مباراتهم امام الاخدود في دوري الثانيه وغرمت نادي ابها 5000 ريال لحصول سته من لاعبيه على انذارات في مباراتهم امام الباطن في دوري الاولى وأوقفت اللجنه اختصاص العلاج لفريق الصفا عصام غاشي مباراه رسميه لكثره اعتراضاته على قرارات الحكم في مباراه فريقه امام الحزم في دوري الاولى. خالد المشيطي هذه القضية قضية فواز القرني الحارس الاتحادي الذي التقطته شاشة شاشة النقل التلفزيوني وهو يقوم ببصق اعزكم الله واجلكم على زميله في مباراة الاتحاد والتعاون، هذه الحادثة ربما حادثة جديدة هل هي موجودة ضمن اللوائح؟ تعليقك على القرار بإيقاف القرني أربع مباريات؟ لا هي موجودة يا خالد والموجودة الأكثر أنه أحيانا يعني إذا كنت تقصد الموجودة الحادثة فالحادثة أحيانا في في مرات كثيرة اللاعب يظلم أقصد زميلة اللوائح فقط يبصق عليها عزكم الله أنا أقصد اللوائح والأنظمة يا خالد ما أدري والله أنا ما اطلعت على اللوائح لكن إجمالا هذه أنا أقول أن هذه مشكلة عامة تندرج تحت السلوكيات المنحرفة سواء بصق على زميله ولاعب الخصم أو أي فرد طالما انه حصل داخل الملعب وامام الجمهور وهو سلوك تربوي شائن اقول انه يجب ان يعاقب. مساله ترك الحبل على الغارب انا اطرف الطريف في في مباراه في عفوا في تعليق الاتحاد اداره الاتحاد على الوضع واعتراضه على العقوبه انه قالوا كانهم يقولون في في, في أجيبوه لكم بصيغه يعني عاميه جدا انه هذه حادثه بين لاعب ولاعب ما لكم علاقه بالموضوع ليش توقفون اللاعب وتغرمونه وغيره فيعني في الوقت اللي ينتظر انه اداره الاتحاد او اداره اي نادي تعزز من هالقرارات هذه وتشدد عليها وتقف امام تصرفات اللاعبين السيئه مثل هذا التصرف نلقاها تدافع عن اللاعب وهذا مو فقط في الاتحاد ادارات الانديه عموما الا ما ندر تدافع عن لاعبيها وهي تعلم يقينا ان اللاعب مخطئ سواء اخطا على على الخصم ولا اخطا على لاعبيه ولا اخطا على الذائقه العامه وغيرها تدافع باستماته حتى لو تمتلك الادله وهذا فيه فيه فيها الحقيقه اجحاف وفيها خلل خلينا نقول انه خلل في في سرد الادله ودفاع عن الباطل ولا هذا هذا امر مخزي انا اقول ان تدافع عن يعني عاده انا اقول انه موضوع ايقاف القرني اربع مباريات و تغريمة مبلغ مادي خلوا الاتحاد أنتم ما لكم علاقة خلوا الرجل الآن في بداية الطريق وخلوا الرجل يهذب سلوكه و ولا تكسرون مجاديف لجنة الانضباط وغيرها والقرار نافذ نافذ وإذا كان عندكم يعني استئناف كانكم تقولون أن لا يتضرر من الفريق يتضرر ما يستأنفوا يعني خلوا نقول انه العقوبه الماليه هي هي خير عقاب يوجه للاعب لانه يضر اللاعب ولا يضر النادي لكن انا ضد تماما المساله اثاره البلبله في الاعتراضات وغيرها من الاتحاد ولا من غير الاتحاد <applause> نعم عموما يعني خالد في يعني في حادثه القرنيه ولا حادثه اللاعبين الاخرين؟ نعم عموما عشان يكون المشاهد الكريم في الصوره نادي الاتحاد اصدر بيان حول هذا هذه العقوبه وتحدث فيها عن مجموعه من الامور يستغرب فيها نادي الاتحاد واداره نادي الاتحاد ببالغ أسفي لصدور هذا القرار وقد جاء مفتقرا الى ادنى مقوماته النظاميه فضلا عن توقيته وذلك لما يلي من الأسباب طبعا تحدثوا عن أن الواقعة المقول بها لم تكن موجهة, إلى أي لاعب منافس أو إلى اللاعب الزميل ولا أي شخص وإنما هي بسقة شأنها شأن أي بسقة أخرى يقوم بها لاعب في أي مباراة محلية أو دولية وكون هناك كان حوار مشوب بقدر من الانفعال قد وقع بينه وبين زميل محمد قاسم قبل الفعل فإن ذلك لا يدين اللاعب ايضا عقب المباراه مباشره ومن خلال مقابله عبر عبر احدى الفضائيات نفى خلال اللاعب فواز تماما انه يقصد احد بعينه واكد بشده على عفويه العمل وانه كان موجها الى الارض كما ان اكد زميله محمد قاسم انه لم يعلم ولم يشعر بها ابدا ثالثا ان منطوق الفقره الثالثه من الماده السادسة والاربعين واضحه في النص على وصف المخالفه بانها البصق على المنافس او اي شخص اخر وعندما بصق فواز لم تكن بصقته صادره على اي شخص وانما كانت على عرض الملعب. رابعا لم يتضمن تقرير حكم المباراه ولا تقرير مراقب المباراه الاشاره لا من قريب ولا من بعيد في هذا الموضوع. عموما هذا بيان الاتحاد الذي ذكرت انه يعني كانه هو انت ذكرت انه بيان الاتحاد استاذ خالد يعني كانه يبرئ اللاعب او انه يدافع عن اللاعب واللاعب هنا يعني نادي الاتحاد يقول انه لم يكن التعمد موجود ولم يكن يعني الحاله ليست سوء سلوك تقديرك لها استاذ محمد والله انا انا, أنا اقول يعني الحادثه واضحه انا أوشي. استاذ خالد نعم بس اعقب اذا تكررت خلينا نسمع كلام الاستاذ محمد ونرجع لك تفضل انا اقول يعني واضحه واضحه يعني كان فيه لقطه تلفزيونيه آه هو قال البصق على آه سواء اللاعب المنافس او اي 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 شخص ايش او آخر. شخص اخر يعني واضح الموضوع طبيعي شوف طبيعي جدا اللقطه ما وضحت انه كان يبصق على اللاعب زميله ولا أو كانت اولا اولا هذه الحركه يعني آه نعرف مشينه طبعا مشينه ونعرف دائما ان اللاعبين قد يمارسون داخل ارضيه أرض الملعب ولكن باستمرار الانسان لما يبي يسوي الحركه هذه دائما يعني يروح يمين او يروح يسار اذا كان لن اذا كان يبي يسوي مثل الحركه هذه، لكن يجيبه بالامام ما هي ما كانت يعني تبرير نادي الاتحاد يعني مع مع احترامي وتقديري وايضا تعاطفي دائما مع نادي الاتحاد الا اني انا ارى ان يعني تبريرهم لهذه الحادثه ما كان موفق واعتقد ان اللاعب اخذ جزاؤه وفق ما تنص عليه اللائحه. ويجب إن, ان انه يعني مهما كان برر اللاعب انه انه يقصد او ما يقصد الحركه تمت وصارت يعني وتقطت بكم بالكاميرات فلذلك باي حال من الاحوال احنا لا ندخل بالنيات ولكن ولكن ندخل بما نشاهده امامنا نعرف تماما ان مثل الحركات هذه تروح على اليمين وعلى اليسار لا تروح بالامام واللاعب بصق بالامام واحيانا اللاعب في, في 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 يعني وضع معين او في, في, في حاله غضب زين وهو كان يتناقش مع زميله بشكل حاد بطبيعه الحال انه انه ممكن يتصرف مثل هذه التصرفات وانا وانا اوافق صراحه ابو يزيد انه يجب اننا ما نكون دائما في صف اللاعب عند اي تصرف معين يجب ان نقوم لاعبيننا عندما يخطئ اللاعب لا لا يجب لا يجب ان نبرر له خطاه ونقف معه ضد اي نظام معين او اي لائحه معين انا اعتقد ان فواز القرني لابد انه يعني ياخذ من هذا الموقف درس له ولجميع زملائه ولا يعني إن انه بصق على زميله او او لم يبصق او الحركه تمت والكاميرات التقطت هذه الحركه فلذلك يجب ان نسلم بهذا الامر ونتقبل هذا القرار ايا كان واتمنى واتمنى واقولها بكل صراحه اتمنى ان نادي الاتحاد لا لا يقف يعني يعني مثل في الحركات هذه لا يقف مع مع اللاعب يعني ويساعد اللاعب على تطبيق مثل الحركات هذه لان هذه الاشياء ممكن يتمادى اللاعب لاكثر من هذه الحركات اذا وجد يعني صدر رحب بانه يبرر له هذه المواقف. نعم، محمد مزعبلي يقول حماس القرني لا يعتبر لا يعتبر مبررا لما قام به وايقافه قرار صائب متعب العزيز يقول اتمنى من اداره الاتحاد البحث عن حارس بديل. للقرني الذي اثبت فشله كحارس مرمى واستهتاره الذي احرج النادي كثيرا. اسماعيل فقيه يقول الرياضه اصبحت مثيره خارج الميدان بالمهاترات واثاره القضايا. ايقاف القرني مستحق ودرس للبقيه الاخلاق قبل الكره هذا الكاتب حسين السيد تفضل خالد تعليقك كنت بتعقب على الموضوع معلش معلش على المقاطعه بس فيه جزئيه مهمه هنا بالنسبه لي كنت اتمنى حقيقه أن تطبق موضوع ايقاف اللاعب مباريات يعني اكبر قدر من المباريات انا اعتبره مشكله اتمنى حقيقه انه يعني تخفف عقوبات الايقاف وتكون على حساب الغرامه الماليه لانه في حاله مثل فواز القرني يعني الان اوقف اربع مباريات اولا ما ذنب ناديه لانه هذا تصرف فردي بحت والنادي ما نقول انه ما, ما هو يستطيع انه يربي اللاعب سواء فواز القرني ولا غيره ما يربي اللاعب هو جاء سلوكياته بهذا الشكل هذا وتصرفاته بهذه التصرفات لا, لا عفوا ما عفواً, عفوا خالد عفوا خالد النادي عفوا خالد يعني هو نعم اخطا فوز القرني لكن لا يمكن ان نسيء الى الشخص بانه لم يتربى وهذه الكلمات هذه اتمنى انه يعني ما نترفع عنها لأن كل اللاعبين ابناءنا وابناء هذا الوطن وان شاء الله يحظون بكثير من التربيه نعم لا لا انا اقصد انه ما اقصد فواز القني اقول عموما يعني ما اذا اذا كنت فهمت او فاهم فواز القني انا اقصد ولا انا اعتذر تمام الاعتذار ولا اعرف سابق يعني حياته سابقه انا اتكلم عموما ان السلوكيات الحاليه لاي لاعب من اللاعبين هي نتاج تراكمات حياتيه سابقه ما انا بتكلم عن عن شخص معين فانا اقول حتى نطلع من الجزئيه هذه مساله التربيه وغيرها اقول انه يفترض انه تؤخذ موضوع تخفف موضوع ايقاف اللاعبين مباريات متعددة ويكون على حسب الغرامات المالية يعني إذا كان والله يا أخي تتغرموا عشرين ألف وتوقفوا أربع مباريات وغرموا مئة ألف ومئتين ألف ووقفوا مباراتين أو مباراة أو لا توقفوا نهائيا هذه هذه الحادثة هذه مو فقط مع اللاعب مع مع يعني على سبيل المثال نايف حزازة. ناصر الشمراني أوقفه الاتحاد الآسيوي ثمان مم. مباريات ما له علاقة يا أخي الإيقاف خفف مسألة مسألة إيقاف المبار... المباريات وخلى على حساب اللاعب حتى هو اللاعب يعدل من سلوكياته و... ويدري انه فعلا العقوبه موجهه له ثم يراجع جميع تصرفاته نعم. ويحاول ان ان ان, أن فعلا هذه العقوبه تغير منهجه السلوكي فقط لا لا اقل ولا اكثر كان ابو ريان يقول يعني كان يفهم من كذا كلامك انه ممكن الانديه كلامك الايحائي نعم. انه ممكن الانديه تدفع واللاعب ما يتحمل اي شيء هذا هذا كلام الصحيح لكن كلام ابو يزيد في نوع من المنطق يعني هذه مشكله ثانيه نعم مشكله ثانيه نتكلم انا اللاعب يخطئ والنادي يدفع اي لكن لكن ابو يزيد هو هو كلام ابو يزيد صحيح يعني منطقي ايه منطقي ايه ليش؟ انا انا وقفه الايقاف لابد يوقف صحيح لابد يوقف لكن تخفيف الايقاف يعني بالحجم الكبير هذا من المباريات هذا هذا الشيء اللي اللي فعلا مزعج للانديه بالنسبه للاعب يعني بالتاكيد انه يفقد حساسيته على الكوره الانديه الانديه الحقيقه لو ترفع على يعني فلو فلوس العقوبه يعني اتكلم العقوبه الماليه ترفع ويخفف العقوبه عقوبه مباريات تكون بدل اربع مباريات مثلا مباراتين انا اعتقد انها كافيه ورادعه بالنسبه لللاعب وراد على اي يعني لاعب ممكن يتصرف مثل التصرفات نعم. تغريم محمد نور وعد يعني اللاعبين لا يلتزمون باللقاءات التلفزيونية لا اللاعبين اللاعبين يعني يتصرفون حقيقة وفق يعني الحقيقة الحالة النفسية الحال الضغط في الحال المباراة الحالة النفسية بعد المباراة والمفروض أن اللاعب دائما يتقبل اي نتيجه معينه في المباراه لان امر طبيعي كره القدم طبيعي جدا ان الانسان يكون يوم من الايام مو في يومه يوم من الايام يكون الخصم بالنسبه له موفق هو غير موفق يكون الخصم حاضر ويعني اميز منه يعني اشياء كثيره النادي ممكن يمر في ظروف معينه فلذلك عدم تقبل اللاعب لنتيجه المباراه وتصرف تصرف يعني ما ما المفروض انه يعني ليس من حق اللاعب انه انه يمتنع عن الحضور للمؤتمرات الصحفيه لان هذا شيء من حق المشاهد ومن حق ايضا طبعا جمهور النادي ان يسمع كلام اللاعب حول هذه المباراه. نعم. عموما رمز اتحادي يكتب في هاشتاج البرنامج على مصحفة اي حادثه من جانب الاتحاد على طول اصدار عليها عقوبات. لكن من نادي غير الاتحاد تحصل حادثات حوادث ويتغاضون عنها وكانها ما حصلت آه زياد يقول هل تستعاقب لجنه الانضباط مدافع الهلال عندما ضرب لاعب التعاون واللقطه التلفزيونيه موجوده اعتقد هذا الموضوع تحدثت فيه لجنه الانضباط سابقا بانه آه ما يحدث داخل اللعبه لا تتدخل فيه شوف ما تتدخل في حاله واحده اذا الحكم عاقب اللاعب اذا الحكم شهد الحادثه وحط فاول وعاقب اللاعب ما تدخل ما تدخل لكن إذا, اذا 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 الحادثه هذه ليست على يعني ما هي على مراى من الحكم وما شاهد الحكم وتقطع الكاميرات تعاقب عليه لجنه بعض ابو باسم يقول شكرا لحسن اختيار الضيوف وهذا يساعد على انجاح البرنامج مثل ضيوفكم اليوم شكرا لك ابو باسم انتم مشاهدينا الكرام دائما يعني عنوان التميز بمتابعتكم لبرنامجكم على الصحافه وعنوان جديد من عناويننا. في صحيفة المدينة الاحتراف تكشف عن أصحاب مئة شكوى على الأندية. تضع لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد كرة القدم النقاط على الحروف في علاقة اللاعبين بأنديتهم لهذا الموسم من خلال مؤتمر صحفي الذي يعقد في هذه اللحظات. وتكشف فيه كل الأرقام التي يطالب بها اللاعبون أنديتهم من خلال الشكاوى التي تلقتها اللجنة حتى مساء أمس ووصلت إلى مئة شكوى من اللاعبين والمدربين ووكلاء الأعمال وستكشف اللجنة عن الآلية المتبعة لإنهاء الخلافات وتسديد المستحقات قبل انتهاء فترة التسجيل الثانية التي ستبدأ في التاسع من يناير وتستمر حتى العاشر من فبراير وبيّنت اللجنة التي أغلقت ظهر أمس أبوابها امام الشكاوى ليتسنى لها توزيع الشكاوى على الانديه لتلقي اجاباتها قبل حلول فتره التسجيل الثانيه اوضحت انه لن يسمح فيها لاي نادي من التسجيل ما لم ينهي متعلقات متعلقاته الماليه مع الاخرين ويقدم بيانات مصدقه من بالتحويلات البنكيه بمرتبات اللاعبين وفق ما نصت عليه لائحه الاحتراف وانتقالات اللاعبين واكدت انها لن تقبل اي طلبات جديده بعد اليوم وانها ستكون في حاله انعقاد مستمره طيله فتره التسجيل لدراسه طلبات التسجيل التي تقدم لها تباعا مطالبه الانديه بمراعاه تقديم طلبات التسجيل قبل سبعه ايام من مبارياتها تفاديا لاي خطا في تدقيق العقود او اي سبب قانوني اخر وبناء عليه تصدر الموافقات على طلبات تسجيل اللاعبين واعتماد عقودهم المكتمله استاذ محمد عمل لجنه الاحتراف وبرمجت مثل هذه المؤتمرات الصحفيه وفق وقت زمني محدد يتطابق ويتضامن مع كثير من المواعيد الخاصه بالانتقالات تعليقك اولا اولا يعني انا انا استغرب يعني كثره الشكاوى بهذا العدد والكم الهائل الحقيقه المرفوع من قبل اللاعبين تجاه الانديه، حقيقه يعني غريب جدا هذا الامر خاصه وان الانديه السعوديه الان في الوقت الحاضر او في الوقت الحالي في الموسم الحالي بالذات يعني كان كان اول اداره النادي وانا اتذكر لما كنت موجود في نادي التعاون كان ستة ملايين ونص هذا اللي تجي من الاتحاد السعودي لكره القدم والرابطه والموارد الماديه اللي تجينا. الان الانديه تستلم فوق 20 مليون، يعني فوق 20 مليون وعندها عندها الكم الهائل من الشكاوي يعني غريب جدا يعني حقيقه على 14 نادي هذه 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 مشكله ومصيبه حقيقه. النقطه الثانيه انا انا اشاهد لجنه احتراف تكون صارمه في اللجنه في الفتره الشتويه. يكون في نوع من الصرامه حقيقه في لجنه الاحتراف، لكن في في الفتره الصيفيه تكون صارمه بالبدايه وبالنهايه يعني تحاول حل المشاكل للانديه حقيقه وهذا هذا شيء يعني يمكن احنا شعرنا من جاء الاستاذ عبد البرقان يعني كان جهد عمل مميز يعني للجنه لكنه شاهدنا إن حتى عبد البرقان هو اللي يحل المشاكل وهذه مشكله كبيره صراحه يعني مفترض ان الانديه هي اللي تحل المشاكل مو عبد البرقان اللي يحل مشاكل الانديه هذه يعني هذه من الاشياء السلبيه الحقيقه باللجنه احنا انا 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 اقول حتى الحاجات السلبيه هذه اللي موجوده باللجنه لا تنقص يعني ولا هو تقلل هو يتحدث دائما الدكتور إيه عبد البرقان بانه ولا تقلل من من, جهد. من الجهد الكبير اللي قاعد هو يتحدث بانه هو يسعى ليش يتدخل في أحيان في حل المشاكل لانه يسعى لايصال الحقوق للاعبين لا انا انا عندي طريقه ثانيه للدكتور عبد البرقان انا اقول الامور الماديه تمسك لحد ما تنهي مشاكلك هنا ممكن ممكن يعني ما ما اقول لك ان تصرف للاعبين لا توقف لحد ما ما تنهي مشاكلك على اساس اني انا اتكلم لما تكون الموارد الماديه كبيره يعني فوق ال 20 مليون احنا احنا نعرف نادي التعاون نادي الرائد جميع الانديه هذه يعني مصاريفها ما يقارب من 18 ل 20 مليون والان انت تستلم فوق ال 20 مليون فلذلك مفترض انه ما يكون عندك مشاكل. انا اتكلم عموم الانديه يعني ترى ما نتكلم نعم. عن نادي واحد. فلذا فمهم جدا صراحه انه ما تكون عندنا عندنا المشاكل هذه كل فتره شتويه، نشوف الموسم الفتره الشتويه الصيفيه الماضيه كان عندنا 140 الشتويه الماضيه اتكلم، كان عندنا 140 قضيه. اليوم عندنا فوق ال 100. لا لا, يعني لا لا اليوم العدد طبعا عدد الشكاوى هو 94 شكوى نجران في متصدرا لقائمه الشكاوى ب 34 شكوى، الاتحاد ثانيا ب 23 شكوى، النصر ثالثا ب 17 شكوى، هذه هي الارقام الكبيره للثلاثه انديه نجران 34، الاتحاد 23، النصر 17، بعد ذلك الاهلي اربع شكاوى، الهلال ثلاث شكاوى، الشباب ثلاث شكاوى الرائد ثلاث شكاوى الفيصلي شكوتين التعاون شكوتين والخليج والعروبة وهجر شكوى واحدة على كل فريق خالد هذه الشكاوى وهذه المبالغ المالية الكبيرة لماذا حدثت رغم وجود الفترة الأولى برأيك خلي يقول خالد هشاشة القرارات دائما تولد التجاوزات انا اقول انه الدكتور عبد الله البرقان عمل عمل جبار من اجل محاوله التقليل من هذه المشكله، هو الان يحاول هو 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 يعني قدم وحاول ان يحل الازمه لكن يبدو انه ما استطاع ان يحل الازمه فاقول لا دكتور عبد الله انتقل من حل الازمه الى اداره الازمه حتى على الاقل تخفف من مساله الشكاوي، انا اقول انه اتفق مع اخوي ابو ريان انه شكاوى كثيره وهذه مشكله كبيره بحد ذاتها لكنه ما زالت القرارات لجنة الاحتراف ووضع اللاعبين هي ما زالت قرارات تحتاج إلى المزيد من التطبيق الفعلي وليس تطبيق الكلام لأنه عادة سنفعل وسنفعل وسنفعل قبل فترة التسجيل بايام واحيانا بساعات تحل الازمه هذه عبر خطاب تحويل بنكي وغيره وغيره واتفاق وتنازل او تسويه او غيرها، انت يا عبد الله البرقان لا تعيش انت ولجنه الاحتراف في ازمه وتسهرون الى الساعه 12 و بالليل حتى تنتظرون خطاب من هذا النادي وهذا النادي يقول حنا سوينا ازمتنا بشكل مؤقت، بل خليك صارم مع جميع الانديه وامنع عن التسجيل نهائيا واحرم نادي او ناديين كما نفعل في مو في موضوع العقوبات حينئذ ستجد انه هل 100 شكوى هذه تقلصت الى 10 شكاوى، هذا في في ناحيه، الناحيه الاخرى اللي انا اسمعه انه الاحتراف ستغير من المنهج منهج صرف الرواتب، احنا مشكلتنا بصرف الرواتب الرسميه لهؤلاء الموظفين، واقول له نحن في في نعيش في حكومه الكترونيه فيها جميع المواصفات اللي تستطيع ان تسهل جميع الصرف. ليه لماذا يا ليه لماذا اللاعب لا يطبق عليه نفس الاسلوب والمنهج اللي يطبق على الموظفين الحكوميين وموظفي الشركات عندكم مبلغ معين مالي معين خذ المبلغ اخي خذ اللاعبين ومرتباتهم حطوا بحساب اللاعب مباشره وانهى الازمه هذه نهائيا في حاله انه لاعب منخفض مستواه و أو 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 تغيب عن التمارين أو نعم. المباريات أو غيره نعم. النادي ارفع يا اخي تغيب مثل ما تزين بموظفين الدوائر الحكومية ارفع وقل يخصم عليه يوم يومين ثلاثة يقلص بدل ما تعطيه عشرين الف ريال بالشهر عدو خمسة عشر ثلاثة عشر عشر إلى آخره انها الازمه هذه من من حتى ما تجلس تدور في في فلك في في دائره مغلقه احيانا لن تبل استطعت تحل المشكله والانديه ايضا استمرت بالتجاوزات نعم. ولا وتدري ان بنهايه المطاف ستحل المشكله بطريقه او نعم استاذ خالد وايضا للساده المشاهدين الموضوع اعتقد استاذ محمد اكثر من موضوع يعني مرتبات اللاعبه هي جدوله سابقه لديون سابقه لم لمستحقات وافقت لجنه الاحتراف على الجدوله ووافق صاحب الحق على الجدوله ولكن لم يلتزم الطرف الاخر بسداد هذه المستحقات في الدفعات الماضيه، لذلك هذه وسيله الضغط لدفع المستحق وفق الجدوله التي لم يقوم بها، هل موضوع الجدوله الان لابد ان يلغى حتى يكون هناك في نجاح يعتبر لا كامل لا, لجنة لا, 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 لا لا بالعكس الجدول ممتاز جدا وانا مم. عملت كرئيس نادي وعارف الامور هذه كلها ولكن احنّا نشوف الآن يعني نظام ساهر لما لما يجي عليك لا تجيب شيء يعور القلب لا 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 ما يعور القلب لما لما نجي احنّا نتكلم في نظام ساهر أتكلم لما يجي يكون عندك مخالفة لفترة زمنية معينة إذا ما سددت المخالفة هذه تضاعف تضاعف فلذلك أنا أنا بحد بس من الأمور هذه على أساس أن أن الأندية طالما عندها مادة أنا أتكلم احنّا بالسابق كان كنا نفتقد من المادة وكان في شح وكان فيه يعني في فرق كبير قاب كبير بين بين الانديه الصغيره والانديه الكبيره اليوم القاب صار بين الانديه الدوري عبد اللطيف جميل ودوري ودوري الدرجه الاولى يعني لذلك أندية الدوري دوري عبد عبد اللطيف جميل مفترض انها تستطيع تسدد جميع المديونيات اللي عليها، يمكن نادي ناديين يعني استلموا الادارات استلمت الانديه بموروث سابق ومديونيات هذا هذا انا ما الومهم، نادي ناديين ثلاثه لكن اتكلم عن البقيه في في انديه ما ما عنده بالعكس هي قاعده تسجل لاعبين. الان لما تقول لي مثلا نادي النصر سجل عنده عنده الكم الهائل من الشكاوي بيسجل عبد مثلا نايف هزازي وبيصير عليه مبالغ ماديه وما التزم للرايد بالدفعات وما التزم يعني انا اتكلم نفس القضيه للهلال ما التزم مع التعاون بالدفعات يعني في في امور معينه مفترض مفترض ان, إن الانديه ما ما توقع مع لاعب الا هي يعني ملتزم بالدفعات الاولى مع لأنه فيه جد إيه في جدوله باختصار لانه في جدوله لا إذا في جدوله لأن... معناته انه راح يكون في ديون متراكمه لا اخوي خالد شف في جزئيه بسيطه انا لما ما التزم بالجدوله وش 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 علي ما ترتب على اي شيء خلاص هي فلذلك لما لما جد... إيه؟ الجدوله لو... على الانتقالات الشتويه وفتره الانتقالات إيه؟ الصيفيه اي أنا, انا بس, هي هذي هذي فقط. سؤال. أنا بس نعم. سؤال. لو لو تقول له اذا ما ما دفعت الجدول ترى بيرتفع المبلغ ال25% من حق اللاعب انت 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 ما التزمت ترى بيرتفع 25%، ما انا بقايل لك 100% دبل. انا متاكد ان نص الشكاوي دي مو بنصها يمكن ما يبقى الا الا شكاوي بسيطه جدا. حتى حتى بين الانديه والانديه، انت انت كنادي ما التزمت باتجاه نادي اخر ترى بيرتفع المبلغ 25%، ايا كان المبلغ. بالطريقه هذه حيلتزم النادي من خشمه إنه, انه انه يدبر اموره، وعلى ما تفضل ابو يزيد وقاله في اخر الفتره وفي اخر يوم وفي الساعات الاخيره تحل جميع الازمات هذه. وشلون تحل قدرة قادر في, في آخر, اخر 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 ساعات يعني الاقفال فتره احتراف تحل جميع الازمات ولا تحل آآ آآ اثناء الموسم الرياضي. فلابد يكون فيه على ما تفضل ابو يزيد انه فيه القرارات قرارات هشة فلذلك طالما ما ما في يعني قرارات صارمة تمنع الأندية من التمادي بتأجيل هذه هذه المستحقات اللي المفروض تسلم في وقتها مفترض انه يتخذ قرارات معينة صارمة تجاه جميع الأندية طالما ان فيه مادة انا اقول طالما ان فيه مادة كان في السابق صحيح في شح في المادة اليوم في في ناس رعاة شوف نادي الاهلي كيف عنده عنده رعايه من طيران طيران قطريه <تطرية> ونشوف الانديه الثانيه عندها عندها رعاه غير الدخل من 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 عقد الام بي سي غير غير رعايه عبد اللطيف جميل غير اشياء كثير يعني الان حقيقه تساعد على على الالتزام بهذه الامور الماديه المستحقه. نعم. عموما متابعينا الكرام هذا الحديث عن بالتاكيد عن حادثه عفوا عن لجنه الاحتراف. والشكاوى التي تلقتها وايضا هذه الشكاوى التي فندت بتقريبا 94 شكوى كانت الاكثر على نادي نجران ب 34 شكوى ثم الاتحاد ب 23 شكوى ثم النصر ب 17 شكوى الاهلي اربع شكاوى الهلال وثلاث شكاوى وبعد ذلك كانت هناك شكاوى اقل على الانديه الاخرى في محصلة الشكاوى التي تلقتها لجنة الاحتراف من اجل تسجيل اللاعبين في الفتره الشتويه. الفتح والشعله ضربا مثلا رائعا في النموذجيه بعدم تلقي اي شكوى عليها في لجنة الاحتراف تحيه تقدير لادارتي الفتح والشعله على هذا العمل الجيد في لا يكون على النادي اي التزامات واي مستحقات للاعبين او وكلاء اللاعبين او الانديه الاخرى متابعينا الكرام حيث انا بتوقف بس قبل تحول عنوان اخر كثير من التغريدات متابعينا الكرام في الهاشتاج لازالت على موضوع لجنه الانضباط لجنه الانضباط الحديث عنها سيستمر وسيستمر وسيستمر لانه لن ترضى الجماهير ولا الانديه على لجنة الانضباط والعقوبات التي تطالها، نعم هناك كثير من الامور التي تحتاج ايضاح من قبل المسؤولين في لجنة الانضباط ولكن ايضا لا نملك نحن القوة بان نجبر احد من المسؤولين بان يظهر معنا، حاولنا ولكن لم نستطع ان ناخذ وعدا من احد المسؤولين بالظهور معنا وتفنيد هذه العقوبات وهذه الحالات التي يتم من خلالها، اعتقد انه لجنة الانضباط لابد كما يتم هناك برامج خاصة بالتحكيم وتعليق على التحكيم لابد أن يكون هناك عضو من لجنة الإنضباط يتحدث في كل جولة وبعد نهاية كل جولة عن الحالات الإنضباطية والأخلاقية التي تحدث في الملاعب حتى يكون الموضوع واضح للرأي العام ويكون هناك في سرعة في اتخاذ القرارات هذا رأي كثير من النقاد الرياضيين حول لجنة الإنضباط لذلك. لا تزعلوا علينا لانه كثير من هذه التعليقات اللي موجوده الان تحدث عن اللاعب الفلاني واللاعب الفلاني والفريق الفلاني والفريق الاخر واحنا في البرنامج مو هدفنا طبعا نتحدث عن لاعب دون اخر اي نعم نتحدث انه اللاعب مثل هذه الحالات الانضباطيه التي خرجت في كثير من المباريات لابد ان نعاقبها نحن في البدايه كمتابعين ومشاهدين لانه الاخلاق قبل الكره في صحيفه اليوم اخر كلام للاخضر القروني مدربا والمطلق مساعدا كتب الزميل احمد العتيبي في صحيفه اليوم وفي الميدان الرياضي انقسم اعضاء مجلس اداره الاتحاد السعودي لكره القدم حول هويه المدرب القادم للمنتخب في نهائيات امم اسيا التي تفتتح الشهر القادم في استراليا حيث كشفت مصادر الى ان رئيس الاتحاد احمد عيد قد اجرى اتصالات مكثفه مع الاعضاء خلال ال24 ساعه الماضيه للتصويت على هويه المدرب القادم بعد ان تسبب اسم المدرب في انقسام حاد خلال الاجتماع الماضي والذي تم خلاله الغاء عقد المدرب الاسباني كارو وابينت المصادر ان المدربين الوطنيين خالد القروني وصالح المطلق باتا هما الاقرب لتولي المهمه مؤقتا على ان يتم الاعلان عن المدرب القادم بعد نهايه النهائيات ورجحت المصادر ان غالبيه الاعضاء ابدوا اتفاقا كبيرا من وجهه نظر رئيس الاتحاد في حين عارض اربعه اعضاء الفكره مطالبين بتواجد المدرب البرتغالي لفريق التعاون خوزي مانويل جوميز الذي نجح في اظهار قدرته الفنيه مع الفريق التعاوني خلال الاستحقاقات الماضيه وتلقى المدرب خالد القروني اتصالات مكثفة أمس من قبل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لوضع التصورات الأولية للمرحلة القادمة ومتطلبات المعسكر القادم والأسماء التي سيتم استدعاؤها للمعسكر وكان عضو مجلس إدارة الاتحاد سلمان القريني قد رفض طلب الرئيس بالعودة من جديد للإشراف الإداري على المنتخب بعد أن تقدم المشرف السابق عبد الرزاق أبو داود باستقالته الأسبوع الماضي بريان المنتخب السعودي بدون مدرب و50 اسم من اللاعبين تم رفعهم في قائمه اللاعبين المشاركين في نهائيات اسيا. والله انا اول شيء يعني اختيار خالد قروني انا اعتقد انه بالتوقيت هذا والظروف هذه اللي يعيشها الاتحاد السعودي كره القدم انا اعتقد ان يعني يعني اسناد المهمه لمدرب وطني ومدرب زي خادي قروني انا اعتقد انه انه امر طبيعي جدا ويجب يجب يعني حقيقي احنا جربنا الاجانب جربنا يعني ريكارد وجربنا بسيرو وجربنا ايضا يعني عدد كبير من المدربين للمنتخب السعودي ولم نحقق نتائج، احنا المنتخب السعودي شاهدناه وحقق نتائج ايجابيه مع الزياني وشاهدناه ايضا حقق نتائج يعني ايجابيه مع ناصر الجوهر فلذلك انا انا اقول من حق المدرب الوطني أن يدرب منتخب بلاده، هذا امر طبيعي في جميع دول العالم، نشاهد ان ان جميع دول العالم تسند اغلب دول العالم تسند المهمه للمنتخب الوطني للمدرب الوطني، فانا اقول احنا جربنا الاجانب فتره طويله الان، خلونا نجرب يعني ظروفنا الان ما تسمح، خلونا نجرب المره هذه مدرب مدرب وطني. وخاصه إن خالد قروني بالذات يعني اتكلم يعني مع احترام جميع المدربين الوطنيين كلهم لهم الحب والتقدير يعني يعني بدون بدون يعني عندنا من احدهم نا. لكن في في جزئيه بسيطه خالد قروني صعد بمنتخب الشباب لكاس العالم، خالد قروني يعني تدرج ويعني وله سي في جيد يأهله بانه يعني يمسك المنتخب الاول، خالد قروني ما اخذ فرصته في المنتخب الاول نهائيا اللي ياخذ فرصته محمد الخراشي وايضا طبعا خلي زيان ويض وايضا ناصر الجوهر فلذلك الان ربما يكون هذا الوقت وقت خادق فانا اقول طالما احنا الان عندنا احباط كميه احباط كبيره جدا ان المنتخب السعودي ما راح يسوي شيء في كاس كاس اسيا خلينا نجرب المدرب الوطني قد يكون قد نوفق في المدرب الوطني وان شاء الله نحقق يعني نتائج ايجابيه اعتقد ان وصول المنتخب السعودي لكاس اسيا بحد ذاته للنهائي حتى لو ما حقق كاس اسيا على على الظروف اللي يمر فيها المنتخب السعودي في الفتره الحاليه انا اعتقد يعتبر انجاز واتمنى واقول بكل صراحه اتمنى عوده يعني سلمان قريني لاداره المنتخب اتمنى بعد ما عدا الدكتور عبد الرزاق ابو داود نعم متابع رياضي يقول تبقى اقل من شهر فقط على بدء كاس امم اسيا والاتحاد السعودي لكرة القدم لم يعلن رسميا عن مدرب للمنتخب يعني هو يتحدث أنه هذا طبعا يتحدث أنه تخبط العمل بالتأكيد أنه يعني اللي بالتأكيد يعني بالتأكيد يعني بالتأكيد يعني بالتأكيد يعني حتى الآن يعني تقيل مدرب وأنت ما حضرت مدرب آخر لم تتفق على رأي مدرب آخر مثل المرقاب يقول أرشح باخ شوين زياد يقول لو أني من أحمد عيد من رأسي أختار المدرب بدون الرجوع للأعضاء في نظام اخوي زيادي اكيد في نظام طبعا بس 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 في اعتقادي ان المطلق افضل ربي يوفقهم بكل الاحوال اي منهم افضل من لوبيز خلينا نسمع راي خالد خالد رايك هل وجود خالد القروني وصالح المطلق راح تساعدهم الاجواء الموجوده في الوسط الرياضي وخاصه الوسط الرياضي الاعلامي لقياده دفه الاخضر في اسيا اي نعم خالد انا من من يعني سمعت الخبر هذا وانا مبسوط الى بعد الحدود مه. لعده اسباب اولا الفتره قصيره هذه يعني لا يمكن ان تحضر مدرب جديد لان المدرب الجديد بيعيد صياغه المنتخب ويشوف اللاعبين ويطلع على الدوري وبيفرض رايه وما الى اخره خالد القروني هو المدرب الجاهز لقياده الاخضر في هذه المرحله بالذات ثانيا خالد القروني هو مدرب مبدع قاد الشباب الى نهائيات كاس العالم وله تاريخ جيد سواء مع المنتخبات ولا مع الانديه يحتاجه الى الفرصه انا اقول اتمنى ان انه خالد جروني هو اللي يتولى المنتخب تدريب المنتخب في المرحله القادمه و يعني انا متفائل جدا انه سيخرج المنتخب بصوره جميله واتمنى حقيقه ان نكرر خلال زيانة ترى يعني الفتره الحاليه الان هي شبيهه بالفتره السابقه اللي يعني كانت على وقت اسناد المنتخب الى خليل الزي تدريب المنتخب الى خليل زيان ومعه حقق بطوله كاس ايضا ناصر الجوهر انا في مرحله المرحله الاولى لتدريب المنتخب استلم المنتخب في مثل هذه الظروف ونجح ووصل المنتخب الى نهائي فانا حقيقه اتمنى انه انه فعلا يتفق اعضاء الاتحاد السعودي لكره القدم واتمنى ان يحظى ان تحظى الفكره هذه بتاييد جماهيري واعلامي وتاييد حتى من المسؤولين على مستوى الرئاسه العامه لرعايه الشباب اسناد المهمه الى خالد قروني ومثل ما قلت قبل شوي اني انا متفائل ان المنتخب سيغير جلده فنيا ونفسيا وخالد القروني مدرب كف سيعمل الفرق ونشاهد الابداع ان شاء الله يتفجر على يديه. نعم. خلينا اسالكم طبعا عالمي بكل اعتزاز يقول الله يهديك يا ابو ريان ترى المنتخب ليس حق التجارب حتى نجرب فلان وفلان ومحمد المتحم يقول القروني هو الانسب حاليا لتدريب المنتخب ولكن هل ستنتهي عند المشكلات عند المدرب ام ستستمر التدخلات ويسقط القروني؟ هل هو قادر على انه يعني يكون اكثر حزم؟ يعني الحديث عن خالد القروني المدرب القدي خالد القروني بانه مدرب متميز مع الفئات السنية بحكم علاقته الجيدة واحترام الشباب الصغار له طبعا بحكم فريق السن لكن النجوم هل يستطيع أنه يعني حتى أصلا الإعلام الرياضي لعبت فلان ما لعبت فلان شوف أنا بقول كلمة موضوع صعب أقول كلمة أستاذ خالد ما في أحد يبي يكون عنده غيره على بلده أكثر من ابن ابن من بعد مستحيل بأي حال من الأحوال هذه هذه نقطة النقطة الثانية حتى اللاعبين يتجاوبون مع المدرب السعودي اللي ما فيه حواجز ولا في بينهم وبينه اي يعني حساسيه فلذلك من الطبيعي جدا انهم يتجاوبون مع مع مدرب وطني. في اسطوانه تروح يعني بالافق ودائم تردد وهي وشي ان ان المنتخب السعودي مو حق التجارب، لا احنا يعني مع لوبيز ما ما بحق التجارب. من يقول الكلام هذا؟ مع بيسيرو ما احنا بحق التجارب؟ مع جميع المدربين ليش لما يجي المدرب السعودي الوطني اللي استطاع انه يؤهل نفسه استطاع انه يثبت نفسه من خلال مسيرته اجي واقول لا والله هذا مو بحق التجارب ليش لانه درب اتحاد وما درب الاهلي ولا ولا انه يميل للتعاون يميل للرايد او يعني انا استغرب يعني من, 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 من الاسطوانه هذه اللي اللي باتت يعني حقيقه مستهلكه بشكل كبير انا اقول يا جيب احنا ملينا حقيقه نبغى منتخب بصراحه نبغى منتخب يرفع معنوياتنا نبغى 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 نعود لسابق عهدنا هل هي المشكله في الروح فقط إيه المعنويه لا في المنتخب او المشكلة تكتيكيه الروح المعنويه كان اللاعبين يقاتلون في اخر مباراه أمام قطر في انا تكلم انا اتكلم انا اتكلم هي 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 جانبين وليس جانب واحد خالد قروني بميزه من المدربين انا انا بقول حاجه بالمدربين انا من من خلال يعني فتره طويله اشتغلت انا مع المدربين اكثر من 20 سنه وانا اشتغل مع المدربين في مدرب يعتمد على الاسماء وهذا المدرب اللي يعتمد على أسماء لو يصاب لاعب معين ما يستطيع تشوف الفريق يعني لا تختفي هويته وفي مدرب يعتمد على التكتيك انا بعطيك اياها الحين مدرب قميز مدرب التعاون عنده اسماء ويعتمد على اسماء صحيح يعتمد على التكتيك انا معك بالتكتيك يعتمد على التكتيك كم يمكن تقريبا 60% تكتيك 40% اسماء مدرب الفيصلي لو لو يغيب لاعب لو يغيب لاعب من اللاعبين ما يتاثر الفريق الفريق كله يلعب بالتكتيك يمكن هو 80% من التكتيك 20% اسماء او ادوات يعني اتكلم فلذلك يختلفون المدربين خالد قروني من عينه اللي 80% يعتمد على التكتيك انا كنت مع خالد قروني في في الكويت وكنت رئيس البعثة في المنتخب السعودي بالكويت. مدرب مدرب الحقيقة يعني يتفاعلون مع اللاعبين، يحبون اللاعبين بشكل جيد. يعني يتعاطفون معه كوطني وبدهم انه ينجح. لأن هذا نجاح خالد قروني هو نجاح للوطن، نجاح سيه. نجاح حتى للاعب، اللاعب بكرة لما 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 يجي زي سامي الجابر أول كان لاعب مع مع ناصر الجوهر، كان 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 يوم من الأيام سامي الجابر خلعون ناصر الجوهر. كان ماجد عبد الله ومحيس الجمعان وبقيه اللاعبين وصار خليفه كانوا خير عون الخلي الزياني. انا اتكلم جميع اللاعبين السعوديين راح يتعاطفون مع المدرب الوطني اكثر من تعاطفهم مع المدرب الاجنبي، تعرف ليش استاذ خالد؟ لان بصراحه المدرب الاجنبي كم ياخذ من الدولارات؟ اللاعبين يدرون يعرفون ان هذا ياخذ ياخذ ميزانيه كم قدره، لكن خالد قروني قد قد ياخذ مبالغ زهيده جدا. فلذلك اللاعبين يتعاطفون على نجاح هذا المدرب. فانا اقول يعني نتخلص من 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 هالفكره اللي الحقيقه يعني انا 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 مستغرب صراحة يعني احنا الهيستوري حقنا والتاريخ الموجود للمنتخب السعودي يوحي بان بان المدرب الوطني نجح مع المنتخب السعودي طيب اخفقنا في, في مباراه واحده وبكاس العالم طيب. هذه ما تقاس انا انا اقول قدام المانيا المانيا اليوم فازت على على البرازيل كم؟ طيب ما له ما له علاقه شوف الامور هذه انا اقول ما له علاقه لا تربطون الامور هذه باخفاق حصل حدث مثل ناصر جوهر كان له نجاحات عديده مع المنتخب اخفق مره واحده ما قيس بالاخفاق هذا خلاص اخفق وابعدناه واخذنا منه يعني عبد عبد برباع في هاشتاج البرنامج يقول المدربين الوطنيين لا نعتبرهم مدربين طوارئ، لا ندعم المدربين الوطنيين بهذه الطريقه نحبطهم وكل الاراء المطروحه تنظيريه، خالد ايش رايك في هذا الموضوع؟ المدرب الوطني لا يقدم كمدرب اساسي في للمنتخب ولا حتى للنادي مدرب طوارئ المشكلة انه الرياضيين عندنا ما يقتنعون بالمدرب الا اذا كان بشرته حمراء وعيونه زغر وشعره اشقر هذا هو المدرب الناجح اما المدرب الوطني اللي يتكلم عربي وياخذ وكان معهم يعني يقول من, من عرف صغير حقر كبير المشكلة أنه لا يقتنعون بالقدرات الحالية إنما يقرون التاريخ قبل خلني أقول لك أنه مسألة المرتبات يعني حنا قال أستاذ محمد أبو ريان كلمة جميلة أنه يقول يا أخي الأجانب يخفقون حنا أحضرنا ريكارد واخذ ملايين مبلغ اظنه يقترب من 100 مليون وقدم اسوء النتائج، لو كان خالد قرونو في في وقته مع ريكارد اتوقع انه ما ياخذ مليون او مليونين او ثلاثه ملايين وسيقدم مع المنتخب في افضل صوره، احنا مشكلتنا القناعات المترسخه انه لن ينجح الا المدرب الاجنبي، هي رساله لاتحاد كره القدم وللمسؤولين عموما يعني بحبعوها مع خالد قروني شوي عطوه فلوس خلوه يشتغل الليل والنهار خلوه يبدع خلوه يجمع ما بين الوطنية وما بين الفلوس الوطنية لوحدها ما تكفي لكن آه هو, مثل اللاعب إذا والله يا أخي شوف زميله يأخذ أضعاف ما يأخذه هو وهو ما يأخذ إلا شيء زهيد ونجي نقول الله شد الحيل وانت وطني وهذا منتخبك وهذا فريقك وإلى آخره هذه ما تنفع هذه في عصر الاحتراف في عصر الحاجة المادية الخبر فيه خالد آه تجربة لخالد قروني الخبر يا خالد موجود فيه طبعا انه خالد القروني راح يكون مدرب ومساعد وصالح المطلق في النهائيات نهائيات كاس اسيا وبعد النهائيات سيتم البحث عن مدرب اخر يعني يعني باي باي عقليه وباي طموح سيعمل هذا المدرب الوطني خالد القروني ولا صالح المطلق لقياده دفه الاخضر وقياده التدريب الاخضر عموما خالد النشوري في هاشتاج البرنامج اذا صدقت نعم الاخبار نعم نعم بتعيين نعم القروني فوق مشكلة لا في في, في في تفضل تفضل خالد في في نقطة يا خالد أنا أقول أنه لاحظ أنه الأنظار تتجه لخالد القروني و وأنا أتحدى إذا طلع الخبر تولى خالد القروني مسؤولية تدريب المنتخب بمبلغ وقدره رايح قال بس يعني هذه المبالغ عادة ترفق مع أخبار مع التعاقد مع المدربين الأجانب وفي شرط جزائي وفيه 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 مثل ما حصل مع مثلا راحل لوبيز لكن الان في مساله الوطنيه بيتولى مسؤوليه تدريب المنتخب بدلا من ان يقال بمبلغ وقدره سنعتبرها اسمح لي على الكلمه هذه سيقال بمبلغ وقدره بين قوسين فزعه <applause> و و و والمشكله الاخرى مثل ما تفضلت انت انه الان اعلن سوء النيه خلينا نقول سوء النية تجاه خالد قروني أنه لن تستمر عطنا خلال هالشهر هذه وبعدين سترحل سواء فشلت أو نجحت نصف نجاح أو نجحت نجاح مباهر أنه أخذت كأساسية راحل راحل هذه يا أخي نفسيا كيف الواحد تلقى مرتبط بعمل وأسرة وغيره كيف تبي تخليه درب المنتخب وأنت تقول بعد شهر ابن المنتخب أنا خلال الفترة هذه البسيطة وأعمل المستحيل في وتر فتره وجيزه ورحل في بس جزئيه قبل ما اللي كنت بقولها قبل شوي انه خالد قروني فيه فيه ايجابيه جميله انه يعرف اللاعبين لاعبين المنتخب الاول لانه بعض اللاعبين او نقول كلهم خرجوا من تحت ايديه حينما كان مدربا لمنتخب نعم. الشباب والاولمبي نعم. وغيره فهو يعرفهم جيدا ويعرف قدراتهم ويوظفهم سيوظفهم توظيفا سليما. نعم. عموما متابعينا الكرام التفاعل غير مستغرب من قبل كثير من المشاهدين والمشاركين في هاشتاج البرنامج الحديث حول المنتخب خالد نشوري يقول إذا صدقت الأخبار بتعيين القروني فهو اختيار صائب وموفق المنتخب شهد أغلب البطولات مع مدرب وطني وفي الوقت الحالي صعب اختيار مدرب مريم الملكية تقول المنتخب السعودي يستطيع أن يحقق كأس آسيا ناقصنا مدرب جيد وتشكيلة مثالية وروح عالية أه عبودي يقول مساء الخير ارى انه سبير هلال بالنجاحات التي حققها مع الخليج والنهضه وسابقا الاتفاق هو الانسب. طبعا فيه رياض يقول افضل شيء بخالد القروني يدعم اللاعبين الصغار الله يسدده. ابو عبد الله المدرب صالح المطلق يمتلك شهاده ايه في التدريب واعتبره أكثر مدرب وطني يستحق تدريب المنتخب. طبعا يتحدث انه القروني تاريخه فقط مع المنتخب الاولمبي. درب أندية أيضا خالد القروني ما شاء الله من الأندية الأندية كبيرة في الوسط السعودي هو يامي يقول إذا كان خالد القروني فعلا راح يدرب المنتخب أنا أول واحدة تصوت له فعلا مدرب جيد ويستحق أن يعطى فرصة وفرصتين عبد الله برباع المدربين الوطنيين كما ذكرنا عبد الله رباع يقول انهم مدربين طوارئ الفيصل السفياني يقول القروني لم يستمر لا مع فريق ولا منتخب سنتين دائما يقال هذا دليل على تواضعه التدريبي او احنا محتاجين مدرب برازيلي. انا في 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 جزئيه بسيطه بس بقولها منتخب الشباب كم من سنه ما صعد كاس العالم؟ كم كاس عالم مر علينا ما صعد منتخب الشباب؟ كانوا يمسكونه اجانب. ولما مسكوا خادي قروني صعدوا الكاس العالم وانا اتذكر واقولها بكل صراحه عبر الرياضيه السعوديه كثير من الاعلاميين للاسف الشديد احبطوا خالد قروني وقالوا ما راح يقدم شيء ولا رايح يصعد الكاس العالم لما صعد الكاس العالم وراح يلعب في المباريات الوديه طلع ايضا يعني كثير من الاعلاميين وكانوا يتكلمون ان المنتخب ما اعد اعداد جيد ولما حقق نتائج ايجابيه سكت كل 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 من تحدث بهذا الكلام، انا اقول نعم. بكل صراحه يعني لا. لا 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 لابد ان يكون عندنا يعني حقيقه لابد يكون عندنا وطنيه ويكون وندعم المدرب الوطني جميل. ونكون معه اذا اذا اردنا النجاح انا اتكلم على مستوى منتخبات منتخب مصر لم يحقق النتائج المميزه الا مع مدرب وطني مصري جميل نصراوي تيمه بس بختم في هذا الموضوع في هذه التغريدات نصراوي تيمه يقول اذا ترك للقروني حريه العمل وحريه اختيار اللاعبين ال 23 وعدم التدخل في عمله من أشخاصاتهم من اشخاص تهم مصلحه الوطن ربما نرى عملا مميزا نتمنى ان شاء الله له التوفيق والنجاح وان شاء الله وحتى الان الخبر غير مؤكد نتمنى تاكيد هذا الخبر القروني ابن من ابناء بلادي واتمنى ان شاء الله تعالى انه يدرب منتخب وطني اذا راى فيه المسؤولين انه فيه القدره والمصلحه العامه تحدد ان شاء الله قيادته للمنتخب السعودي في نهائيات اسيا متابعينا الكرام عنوان جديد عن مباراه الامس بين الهلال والتعاون. في صحيفه النادي بالزلزال او باخطاء العواجي الزعيم على المتصدر ناوي. كتب منصور العنزي في صحيفة النادي حقق فريق الهلال ثلاث نقاط بفوزه على فريق التعاون فقط ثلاثين دقيقة كانت تفصل الهلال عن الوصول للشباك شباك مربى التعاون ثلاث مرات عند الدقيقة العشرين بقدم ناصر الشمراني ثم أيضا هدف آخر للزوري في الدقيقة السابعة والعشرين وعودة من جديد ناصر الشمراني لإضافة الهدف الثالث عند الدقيقة الثلاثين. حمد السراح كيف رأيت المباراة لماذا خسر التعاون وكيف كسب الهلال هل المباريات السابقة للتعاون مع الشباب والاتحاد أثرت نتائجها على زيادة الثقة للتعاون؟ وحمست لاعبي الهلال على انه يكون تقديرهم للفريق الخصم اكبر. والله اعتقد التعاون يعني في اول نص ساعه من المباراه يعني ومن الشوط الاول اتكلم باول نص ساعه التعاون كان تايه تماما وكان ولم يدخل اجواء المباراه نهائيا وكانت اسوء نص ساعه بداها الفريق حتى في المباريات اللي هزم فيها كانت أسوأ نص ساعه النص ساعه الاولى من مباراه الهلال والتعاون. وقدم الهلال فيها يعني جهد كبير ومميز حقيقه في النص ساعه هذه وكاد انه يزيد الغله مو على ثلاث اهداف كان المفروض انه يسجل الهلال ما يقارب حوالي خمسة اهداف في في النص ساعه الاولى ولكن بعد النص ساعة بعد النص ساعه هذا تغير رتم التعاون وتحول التعاون من الجانب الدفاعي والشق الدفاعي الى بالعكس الشق الهجومي وتحصل على هدف الهدف الاول بعد بعد ما تحصل التعاون الهدف الاول شاطر الهلال في المباراه وشاهدنا احنا في اخر مباراه يعني محاصره كامله لنادي الهلال في ملعبه وايضا يعني تحقق نادي التعاون حقيقه واقولها بكل صراحه ضربه ضربتين جزاء بطبعا اعتراف من المحللين اتكلم الحكام ان هناك ضربتين جزاء لنادي التعاون لم تحتسب وايضا طرد الحارس نادي الهلال وهذا شيء حقيقه مؤسف بشكل كبير انا 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 اقول يعني لما تكلم كنا كنا جميعا يعني مع مرعي العواجي نعم. لما تكلم البسعيدي عن مرعي العواجي ان هذا كيف ياخذ الدوليه انا اقول اليوم الجمهور الرياضي كله حقيقه يعني يشاطر البوسعيدي كيف كيف يعني سيد مرعي ياخذ الدوريه ولا يشاهد هذه الاخطاء البسيطه جدا والتافهه والحقيقه يعني مي, مي اول مره مع نادي التعاون قبل موسمين كان مباراه مع نادي الاهلي نفس القضيه حسب علينا ضربه جزاء ما هي ضربه جزاء وعلينا ضربتين جزاء ما احتسبها انا مستغرب يعني مرعي وتوافقه مع مباريات التعاون بهذا الشكل وبهذه الصوره الحقيقه امس يعني نقول احنا مبروك للهلال الهلال قدم مستوى مستوى في المباراه جيد في نتفق على هذا الموضوع الهلال الهلال قدم في نص الساعه الاولى مستوى جيد ومميز اقولها بكل صراحه لكن في الشوط الثاني ونهايه الشوط الاول التعاون شاطر الهلال في المباراه انا اقولها بكل صراحه وحصل للتعاون فرص فلذلك فلذلك الفرص اللي حصلت التعاون يعني لو لو حسب لو بلانتي واحد من البلانتيين اللي جن ممكن التعاون يعدل النتيجه لماذا يرجع المباراة نعم طيب خالد المشيطي لماذا يعني هذا الحديث بعد المباراه والكثير من التعاونيين الذين حملوا خساره المباراه لحكم المباراه مرعي العواجي وعدم احتساب ضربتي جزاء للتعاون بعدم احتساب ضربتي جزاء للتعاون وبعدم طرد حارس الهلال والله انا يعني استاذ محمد تعاوني صميم وتكلم عن الاخطاء التحكيميه اللي حصلت ليله البارحه طبعا هو تعاوني صميم يا آه يعني استاذ خالد لكنه معنا في البرنامج كاعلامي رياضي طبعا لكل الاستاذ المشاهدين هو تعاوني صميم نعم لكن معنا نعم ترى في البرنامج ك له ما شاء الله اعلامي رياضي التعاون نعم. وانا اقول انه اكتفي بدفاعه ويستحق نعم لا, لا انا ابغى رايك الان هل ضربات الجزاء كانت صحيحه فيه ضربه جزاء والله طبعا. انا اقول انه ضربه الجزاء اللي خاصه بستيري والطرد آه هذه هي هي فعلا ضربه جزاء صحيحه ولا مجال لانكارها وانا سمعت المحللين الفني التحكيميين البارحه اقروا بضربه الجزاء لكن انا ما اشوف غير ضربه الجزاء هذه يعني اذا كان قصده سقوط اللاعب يعني لاعب التعاون يظن المحللين التحكيميين ومن ضمن محمد فوده الامس فندوا ضربه الجزاء وقال ما هي ضربه جزاء هذه نهائيا ما ادري يعني لو ابو يعلمني بالضربه الثانيه كان ممكن هو اللي يوضحها بشكل اكبر لكن بغض النظر عن الاخطاء التحكيميه اللي حصلت والاخطاء التحكيميه تحصل في مباريات الهلال والتعاون ومعه وضده والرائد وغيره، الرائد في المباراه السابقه تضرر ايضا في في تحكيميا لكن انا اتحدث خليني اتحدث عن المباراه فنيا من جانب الهلال انه الهلال عاده يعني اكثر ما يف يضر الهلاليين او الهلال عموما هو غرور لاعبيه، خاصه حينما يلعبون امام فرق يعني يستهينون فيها او حينما يتقدمون فيتراجعون يبدون بالاستعراض، حصل هذا في البطولات المحليه والخارجيه، ولولا انا اقول ان التعاون اللي قدم مستوى رائع وفاز على على الاتحاد وعلى الشباب وكان ند الهلال ما فيما بعد النصف الساعه الاولى اقول لولا انه الاتحاد عفوا التعاون فاز على الاتحاد والشباب كان الهلال خسر هذه المباراه لانه سيدخل ولاعبوه يدخلون ببرود تام وما يتحمسون نعم وستفلت النقاط من ايديهم طبعا محمد مزعبلي يقول الاخطاء التحكيميه هي الحدث الحدث الاكبر في المباراه وهناك حديث طبعا كثير عن الهلال لك تغريده هذا سالم السويدي يقول السراح بتغريده مطرف ابعد عن التحكيم في مباراه الهلال هذا التعاون فهل يبعد مرعي عن التحكيم؟ انا اقول انا اقول كلمه اللي يزيد يعني بغض النظر عن تعاونيتي او عدم تعاونيتي انا في جزئيه بسيطه اتكلم انا الخطأ, إيه الخطا الموجود اللي صار الخطا الموجود ضربه الجزاء ومنح الحارس كرت احمر هل تؤثر بسير المباراه ولا ما لها تاثير؟ بالتاكيد بتكون لها تاثير بسير المباراه هذا امر طبيعي جدا اذا اذا تؤثر في نتيجه المباراه يعني خطا تحكيمي يؤثر في نتيجه المباراه طبيعي جدا النقطه الثانيه العام قبل الماضي كنا نلعب مباراه مع الهلال وكان للهلال بلنتي ضربة جزاء في اخر قبل قبل تنتين مباراة يمكن نواف العابد بعشر دقائق ومع ذلك ما احتسبها مطرف القحطاني كان ذاك اخر موسم المطرف القحطاني وانا اتذكر هذا الكلام جيد م. هل الموسم انا اسال عمر مهنا هل الموسم هذا حيكون اخر موسم المطرف المرعي العواجي؟ انا اسال عمر مهنا هذا السؤال وكنت اتمنى يتداخل لانه لانه اذا كنت اتخذت هذا القرار انا اتصل شخصيا بالاستاذ عمر المهنا لانه الحديث بالامس كان كثير جدا عن الموضوع التحكيم وعن وهناك حديث عن الحكم واذا تحدثنا عن مرعي العواجي حكم دولي لا يمكن ان يعني تصعب عليه اداره ويحدث منه اخطاء في مثل هذه المباريات. اتصلت على الاستاذ عمر المهنا ابو عبد العزيز اكثر من مره، ارسلت له رساله، حاولنا ان يكون معنا موجود للحديث عن الحكام والعمل من اجل تطوير الحكام المحليين، لكن لم يجب على الاتصالات وان شاء الله انه يتداخل معنا في حلقات قادمه. ان شاء الله بس انا اتكلم انا اتكلم في فرق كبير دائما احنا نعاني انا انا اتكلم على مستوى الانديه نعاني الانديه اللي الاقل تختلف عن الانديه اللي صاحبه جماهيريه والشعبيه و.. و.. وايضا الاعلاميه يعني تعامل معاملة مختلفة تماما فالأخطاء لما ترتكب على, على مثلا ما تفضل على الرائد التعاون نجران الشعلة بالتأكيد ما, ما تأخذ بعين يعني الاعتبار مثل ما, ما, ما الأخطاء لما تكون على أندية كبيرة هذا أمر طبيعي جدا تعاون نادي كبير أيضا من الأندية حن 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 نادي كبير لكن نتكلم يعني صاحب شعبية له حضور له, له, له حضوته يختلف عن الأندية الأخرى يعني أتكلم عن الأندية اللي, اللي أندية الوسط وانديه المؤخرة نعم عموما يعني كانت بالفعل مباراة الأمس يمكن العنوان البارز لها هو الهلال وأدائه الفني العالي في أول نصف ساعة والهدف في الدقيقة العشرين الذي سجله ناصر الشمراني وأهداه ياسر القحطاني. أنا أعتقد أن ناصر الشمراني كانت نيته طيبة لدرجة كبيرة حقيقة. كان كان هو هو يبحث عن عن يعني يمكن تسجيل هدف الياسر وربي يكرمونه يكون بالدقيقه 20 يعني فهذا عموما تمنياتنا بالسلامه ان شاء الله تعالى الكابتن ياسر القحطاني ولكل اللاعبين ان شاء الله اتمنى لهم السلامه والصحه والعافيه، متابعينا الكرام اخر عنوان عن هزازي الشباب عيد وجزاوي وسفياني للشباب و17 مليونا تنقل هزازي للنصر في تفاصيل مسعد العضياني في صحيفة عكاظ اقترب لاعب نادي الشباب نايف هزازي من الانضمام رسميا لصفوف الفريق الأول بنادي النصر حيث كشفت مصادر لعكاظ أن اللاعب أبدى موافقته للانتقال لنادي النصر وتم الاتفاق مع إدارة الشباب على الأمور المالية حيث ستكون حصه الشباب عشره ملايين ريال فيما سيتسلم اللاعب سبعه ملايين ريال عن كل موسم يقضيها مع الفريق النصراوي مقابل انتقال ثلاثه لاعبين من النصر وهم محمد عيد وعبد الرحيم جيزاوي وربيع سفيان المنتقل بالاعاره لنادي الفتح إدارة الشباب تنفي والأخبار الصحفية تؤكد انتقال هزازي خالد المشيطي كيف يرى اللاعب نايف هزازي في الأيام القادمة هل هو بشعار النصر أو الهلال أو سيعود إلى بيته الأول الاتحاد عودة الاتحاد هذه هي الأقرب أنا أقول إذا تحسنت الأوضاع, الأوضاع الاتحادية إداريا لأنه أصلا خروجه من الاتحاد هذه خطأ كبير ارتكبته إدارة الاتحاد السابقة وهي التي لم تستطع أن تحافظ على لاعبينها أنا أيدها في خروج بعض اللاعبين كمحمد نور لأنه لاعب يعني وصل إلى مرحلة يعني أعطى كل ما ما عنده لكن نايف هزازي هو اللاعب اللي فرط فيها الاتحاد وكسبه الشباب وأنا أقول إنه إن, إن آه إن من من يعني من الشباب سيتجه للنصر آه على اعتبار انه العرض المادي آه المغري اللي يقدمه له نادي النصر آه لكن خلاصه رايي انه لن يخرج من الشباب لان الشباب نعم. فعلت بالكثير من اللاعبين بالذات في مساله النصر الشمراني وسيبذل الامير خالد بن سعد قصارى جهده ليبقى نايف هزازي الا إذا كان المسألة خلافية يعني خلافات خارج نطاق الملعب لا نعلم عنها كما حصل ما بين الشمراني ونصر الشمراني والمدرب وتطلب الأمر خروج الشمراء نايف هزازي هذا أمر آخر طبعا نحن نقدر الزميل مسعد الضياري الذي ذكر هذا الخبر وتفاصيلة بمعنى أن الخبر حتى هذه اللحظة هو صحيح ما لم يصدر شيئا فيه الهزازي لنادي النصر انا اعتقد انا اعتقد ان هذا يعني هو يعني ما في ما في دخان من غير نار هذا هذه امر طبيعي جدا يعني في مفاوضات وتجري هذه المفاوضات هذه الايام بالتاكيد ولكن ايضا فيه ايضا جس نبض للشارع الرياضي من قبل نادي الشباب ومن قبل نادي النصر انا اعتقد انه اذا اذا اتى نايف هزاز لنادي النصر مكسب كبير لنادي النصر والنادي النصر بحاجه يعني مهاجم وكثير من الانديه السعوديه بحاجه مهاجمين الان بعض الانديه مثل النادي الاهلي نادي الاتحاد يعني يفتقد المهاجم الهداف اللي بمستوى نايف هزازي نعم يعني يمكن يمكن الاهلي عنده السومه لكن اتكلم كلاعب سعودي نعم. ما عنده نعم عموما الكابتن نايف هزازي من نجوم الكره السعوديه والمنتخب الوطني في الفتره الحاليه متابعينا الكرام الوقفه الاخيره مع الاخبار السريعه في صحيفة الجزيرة منحته عضوية شرفية دائمة ووسام من اللجنة الأولمبية الدولية تحتفي بالأمير نواف بن فيصل وتشكره على جهوده السابقة ومنها إلى صحيفة الشرق الأوسط البلوي للشرق الأوسط بتركيا لم يرضخ لمطالب اللاعبين والقروني أخلف الوعد ومن صحيفة الجزيرة المرداسي وشلوي والشمراني يشاركون في تحكيم أمم آسيا.. وفي صحيفة سبورت السعودية الأهلي يضبط شحنة ملابس مقلدة ويتوعد بالملاحقة القانونية. في صحيفة الرياض الفريدي وعبد الغني والراهب يتقدمون تسعة نصراويين للمنتخب ومن صحيفة عكاظ رحيل داني والتعاقد مع محليين في الاهلي وليفيرا يورط جروس ومن صحيفة سبورت السعودية إدارة الاتحاد تستنكر قرار الانضباط تجاه القرني وترفع استئناف عاجل وفي صحيفة الرياضية الشباب يعاود بصباحية ومسائية وألام العضلة تبعد معاد متابعينا الكرام وصلنا بكم الى الختام اجمل تحيه لكم بالتاكيد وشكرا لابو ناصر عبد الرحمن ابراهيم صالح منير القحطاني عبد الله برباح مد الفراج ابو ناصر كلكم يعطيكم الف عافيه وشكرا لكل من يشاركنا في هذا الهاشتاج هاشتاج عالم الصحافه لهذا البرنامج الذي ياتيكم عبر شاشه القناه الرياضيه السعوديه شكرا ايضا لضيفي الكريمين الاستاذ محمد السراح الاعلامي الرياضي شكرا جزيلا لك استاذ محمد أنا أشكرك وأنا سعيد جدا بهذه الاستضافة وأتمنى إن شاء الله أن قدمنا أنا وزميلي خالد يعني مادة جيدة للمشاهدة. شكرا جزيلا لك أيضا شكرا لضيفنا من استديوهات القنوات الرياضية بالقصيم الأستاذ خالد المشيطي حيك. شكرا لك أستاذ خالد ويعطيك ألف إن شاء الله. سعيد جدا بانضمامي إلى كوكبه المتميزة لإعداد وتقديم البرنامج في هذه القيلولة الحقيقة أني سعيد جدا وأتمنى حقيقة أننا قدمنا ما يغذي ويثري المشاهدين شكرا لك أستاذ خالد شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على متابعتكم لهذه الحلقة تحية لكم من طاقم العمل رئيس التحرير فيصل عصيمي وعبد الجمهور في الإعداد وأجمل تحية لكم من سلطان في الإخراج وكل الزملاء المصورين والفنيين يهديكم أجمل تحية خالد الياحي وأستودعكم الله وغدا اللقاء بكم يجمعنا في أمان الله